هيكون معايا بعد لحظات مداخلة مع مسؤول في نادي اسباني. النادي الاسباني ده هو نادي عامل مفاجآت بالجملة هذا الموسم، مفاجآت بالجملة. يكفي ان انا اقول لك انه بعد 20 مباراة في الدوري الاسباني هو المتصدر، هو المتصدر. النادي ملوش تاريخ وبطولات كثيرة وكبيرة وعظيمة في تاريخ الدوري الاسباني، لكنه يتصدر على حساب ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد واشبيلية وفالنسيا وكل الاسماء الكبيرة التاريخية دي في اسبانيا. مفاجأة حتى هذه اللحظة بتفكرنا بمفاجأة قريبة جدا، مفاجأة ليستر سيتي في الدوري الانجليزي. بس هل جيرونا المفاجأة السنة دي، الحصان الاسود في الدوري الاسباني، ممكن يكمل للنهاية ولا لا؟ يكمل للنهاية متصدر ولا لا؟ نعرف ده مع حوار مع كيكي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا الاسباني. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. Hola, ¿me escuchas? Sí, lo escucho bien. Vale. Hola, señor Quique. طيب، طيب، لحظات وهنرجع تاني عشان يبدو ان في مشكلة في الصوت مع كي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا الاسباني. عامل مفاجآت كبيرة جدا، بيفوز على برشلونة وبيحقق نتائج وبيكسب اتلتيكو مدريد وبيكسب كل الأندية في الدوري الأسباني، وعامل نتائج مدهشة مدهشة في الدوري الأسباني جيرونا هذا الموسم. ويفضل السؤال قائم زي ما قلت لحضراتكم، هل جيرونا يقدر يعمل اللي عمله ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لما فايق الكبار مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام والكبار دول كلهم وخد الدوري الإنجليزي؟ بيجيل طبعا لو تفتكروا ليستر سيتي كان معاه مين بقى؟ كان معاه انجولو كانتي، كان معاه رياض محرز، طبعا فاردي كان في احسن احواله، كان معاه اسماء كبيره جدا جدا وعظيمه جدا، بعد كده انتقلت لانديه عديده. هيقدر يعمل ده جيرونا ولا لا؟ هنعرف بعد لحظات من كيكي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا الاسباني. مره اهو مره اخرى معانا كيكي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا، نسأله. يا فندم برحب بيك مرة أخرى على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. بخير، متشرف بيكم جدا. جيرونا بالتأكيد أنت تعلم أنه حديث العالم في الوقت الحالي، إحنا هنا كمصريين أو في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط شايفين أن جيرونا عامل مفاجأة عظيمة وكبيرة جدا، مفاجأة استثنائية بتحصل على فترات في الملاعب الأوروبية. بالنسبة لنا مفاجأة، بالنسبة لك أنت، بالنسبة لإدارة نادي جيرونا، هل ما يحدث هذا الموسم هو مفاجأة ولا كان نتاج تحضير جيد؟ Bueno, la verdad que الحقيقة كانت مفاجأة. النادي حاول يعمل، حاول يشتغل بطريقة كويسة، وكل أسبوع بيتقدم أكتر وأكتر، بنلعب مع الكبار ومنتظرين مباراة ريال مدريد. مباراة ريال مدريد هي هتكون بالنسبة لكم فاصلة في المنافسة على لقب الدوري الأسباني بكل تأكيد، بس أنت كنادي بالتأكيد إمكانياتك مش زي إمكانيات الأندية الكبيرة زي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ورغم كده قدرتوا تشتغلوا بشكل رائع جدا بمجموعة لاعبين أصبحوا الآن مطلوبين في كل أندية العالم. كيف تم بناء هذا الفريق حتى يصل لهذه المرحلة الرائعة؟ Bueno, al final nosotros حسنا. nos hemos encontrado venimos de un año anterior donde اشتغلنا الموسم اللي فات كان موسم كويس، صارعنا كتير في اوروبا
عرفنا ان نتعاقد مع مدرب السنه دي كويس جدا، وهو بيقدم كره كويسه جدا وبكفاءه عاليه. احنا عملنا مفاجاه وبننتظر ان احنا نعمل حاجات احسن. ومع التيم الفني ده ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه. بالتاكيد المحطه الاصعب ليكم هتكون محطه مباراه ريال مدريد، وريال مدريد في افضل احواله فائز مؤخرا بلقب السوبر الاسباني. هل في رايك ان مباراه ريال مدريد لو فزتم بيها ستكون حاسمه اللقب الدوري؟ علشان تكسب الدوري لازم تبقى جاهز طول الموسم، لسه باقي 19 ماتش. الماتشات بتاعت ريال مدريد وبرشلونة طبعا مهمة جدا، ماتشات مهمة علشان مكسبها يعتبر مكسب للليغا طبعا، بس لسه قدامنا شغل كتير. بس احنا بنفكر وبنشتغل ماتش ماتش علشان نقدر نصارع لحد الاخر وناخد الدوري. احنا في فترة الانتقالات الشتوية، هل جيرونا بهذه التشكيلة الرائعة مستكفي بهؤلاء اللاعبين، ولا ممكن يبقى فيه تدعيمات خلال هذه الفترة؟ لسه قدامنا 15 يوم بنحاول، هنحاول نحسن وندعم صفوف الفريق. عندنا لعيبة كويسين جدا، بس احنا برضو بننتظر تدعيمات. هنحاول نلاقي او بنشوف لعيبه احسن يدعموا الفريق في الفتره المقبله. في الوقت الحالي تقام بطوله كاس الامم الافريقيه، مدى تاثير هذه البطوله على اللاعبين المتواجدين في الدوري الاسباني، على الفرق اللي موجوده في الدوري الاسباني بسبب غيابهم عن الفرق دي، شايف تاثير ده قد ايه؟ في أندية متأثرة أكتر من التانية، فريق زي البلباو عندهم لعيبة في أفريقيا ومتأثرين. بس هم الفرق ماشيه بطريقه كويسه، بس اكيد هم متاثرين، بس مش كل فريق متاثر زي الاخر يعني. هل جيرونا يتابع لاعبين في كاس الامم الافريقيه البطوله المقامه حاليا؟ Sí, obviamente tenemos seguimiento de los mercados, ¿no? Obviamente intentamos ser muy conscientes y realistas de بنتابع البطولة بشكل كويس وبنشوف احنا ممكن نضيف مين de poder pagar salarios limitados y tenemos un grupo estamos debajo de paraguas de del Manchester City que también esto hace que وعندنا كمان جروب اللي احنا شغالين معاه جروب السيتي بيراقبوا معانا علشان نقدر نعمل التدعيمات اللازمة.
اللاعبين المصريين اصبحوا متواجدين بكثره في الدوريات الاوروبيه المختلفه، ولكنهم يغيبون عن الدوري الاسباني تحديدا. هل جيرونا ممكن او في خططه انه ينظر الى السوق المصري، سوق اللاعبين في مصر؟ Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que el nivel de Egipto es grande. Tienen jugadores de mustawa talento. Mustawa اللعيبه المصريين عالي فعلا وعندهم مهاره عاليه. No tenemos tanto seguimiento de la liga de Egipto, la verdad. ما عندناش فعلا لعيبه مصريين كتير للاسف. Por nuestra parte. Pero cuando hemos visto partidos de selección o cuando hemos بس احنا لما بنتفرج على بطوله زي البطوله بتاعه دلوقتي او بنتفرج على المنتخب بيلعبوا بطريقه مميزه زي محمد صلاح احسن لاعب في العالم. وجود لاعبين زي محمد صلاح ولاعبين اخرين بيقول ان هم عندهم مهاره كبيره واداء عالي، وهم بيتطلعوا ان هم يشوفوا ويضموا يعني. تقارير صحفيه اسبانيه كثيره من الصيف الماضي وحتى في فتره الانتقالات الحاليه تتحدث عن مفاوضات بين نادي برشلونه وبينكم حول اللاعب الوسط جارسيا. هل برشلونه فعلا في مفاوضات معكم حول هذا اللاعب، ولا هذه الاحاديث غير صحيحه؟ Bueno, Aleix García está haciendo una temporada muy muy buena. García عمل موسم عالي. Ha ido con la selección española y وطبعا في منتخب اسبانيا. Pues una temporada muy, muy buena y está en el punto de mira de los equipos importantes. في المرحلة دي من حياته بيقدم أداء عالي، وطبعا برشلونة نادي كبير. Obviamente puede ser que haya interés, pero de momento no hay. وفعلا في رغبة، بس للأسف هو ما عندوش معلومات كافية إذا كان هو هيحصل توقيع أو لا. لحد دلوقتي هو بيأدي معاهم بشكل كويس، وهو لسه ما عندوش المعلومات الكافية إذا كان اللاعب مهتم أو لا يعني. في المستقبل القريب هل جيرونا ينوي التعاقد مع لاعبين وأسماء كبيرة عالميا، أم سيكتفي بصناعة النجوم أو أسماء مش من نجوم الصف الأول ويبدأ يسوقهم؟ Bueno, al final nosotros tenemos la capacidad económica que tenemos. هو بيقول ان هم عندهم القدره الماليه ان هم يقدروا يعملوا كده. De la liga sobre todo española porque es la que tenemos más referencias, pero la idea es crecer. El año que viene es intentar mejorar la plantilla. ممكن الموسم الجاي نعمل تدعيمات وعندنا القدره الماليه ان احنا نعمل كده، بس لسه مش عارفين ممكن نعمل ايه الموسم الجاي، لسه مرحله التخطيط. El hecho de jugar con cada semana pues en Liga y en Europa pues es muy complicado y intentaremos pues mejorar. El سوق دلوقتي معقد جدا بسبب الانتقالات، بس احنا بندرس يعني. La plantilla tenemos a día de hoy, ¿no? بندرس علشان نحسن من جودة الفريق. هل تشعر أو تتوقع أن صورة جيرونا وهو يحمل لقب بطولة الدوري الأسباني ممكن تحطها في خلفية موبايلك زي ما أنا شايف بعض الصور على موبايلك؟ ممكن تحطها على خلفية موبايلك مع نهاية هذا الموسم؟ Bueno, la verdad que tenemos derecho a soñar. Creo que lo bueno. الحقيقة إن إحنا عندنا الحق إن إحنا نحلم. Fútbol es que es un juego. الكرة هي لعبة. En esta primera vuelta que creo que hemos hecho. Bueno, creo que récord de un equipo que no sea Barça Madrid. وهيبقى من الارقام القياسيه ان فريق زي جيرونا يكسب البطوله مش برشلونه او ريال مدريد. Obviamente sabemos de la dificultad que nos vamos a encontrar esta segunda vuelta, pero
في صعوبات كتير بتواجهنا، بس احنا عندنا الحق ان احنا نحلم ان احنا ناخد البطوله يعني. كي كارسيلا المدير الرياضي لنادي جيرونا الاسباني، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، شرفتنا ونورتنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10.